يعني هو جمهور الاسماعيلي مكتوب عليه السواد، يعني احنا مكتوب علينا ان احنا نحزن عشان شوية لعيبة لا مؤاخذة مش عايزين يلعبوا كورة يا عمي، لموها وبناقص من الكورة. يعني مجلس الإدارة يبعت كده الإيهاب وشوية اللعيبة اللي ما تسواش 10 جنيه سوق الجمعة، يرجعوا كده يتجمعوا ويشوفوا لنا حل، لكن احنا كجمهور حرام نطلع كل ماتش يتحرق دمنا. طالع على الجيش بقالك 3 سنين عمال يلسعك رايح جاي، طالع على الجيش، لكن احنا اللي بيجرى معانا دوا ما يرضيش المولى عز وجل. جمهور كل ماتش يتحرق دم، مسؤول الاسماعيلي ما فيش حركه، احنا بقالنا النهارده الاسبوع الخامس ما فيش اي حركه، ما فيش اي جديد، الاسماعيلي ما كسبش غير ماتش الاتحاد بس. ماتش الاهلي قلنا الاهلي مدعم والاهلي كعبه عالي وي 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 وي، لكن كان في ايديك كذا ماتش عدى زد فاركو، وكلها بتتغلب من انديه تعبانه. يعني النهارده انبي كسبان مودرن فيوتشر تاني الدوري، اشمعنى دول؟ يعني دول رجاله واحنا مش رجاله؟ ما انا عايز افهم، يعني ما حد يطلع يفهمني. اللعيبه بتاعت ايد صلاح الجيش دي رجاله بتلعب 96 دقيقه، ولعيبه الاسماعيلي ما بتلعبش غير 45، يبقى خلاص يبقى احنا نبقى عارفين ونلمها ونفضها سيره كده ونلمها، وبلاش اسماعيلي كوره خالص بقى، خلينا نبطلها كوره واقلبوها صاله بينج بونج بقى، تنس طاوله. لكن اللي بيحصل ده احنا بس حلاوتنا بس وشطارتنا، الاهلي يتغلب نطلع نحفل، الزمالك مش عارف ايه يطلع نحفل، مين يغيب نطلع نحفل، لكن احنا ما مش شايفين من مصلحتنا. لكن احنا لو ركزنا في مصلحتنا الدنيا تدور، وتغييرات عليها علامة استفهام، تغيير وتشكيل عليه علامة استفهام، ايهاب جلال عليه علامة استفهام. كورة مفيش كورة، الاسماعيلي ما جاش، الاسماعيلي اللعيب بياخد الكورة وعايز يعمل كل حاجة بالكورة، عايز يلعب لوحده، عايز يفضل يمسك الكورة يحطها تحت رجله، تحضير بنقعد نحضر كتير، عمر ما كان ده لعبنا. هو أنت كده يبقى أنت خلاص، إحنا المنظوش اللي فات وقلنا أه الإسماعيلي وبيعمل أداء وبيعمل، لكن إحنا هنفضل نعمل أداء ونتغلب؟ طلع الجيش برضه السنة اللي فاتت، أنا مش هنساها وأنا واقف في التراك. ارجع لفيديو من الفيديوهات بتاع طلع الجيش، هتلاقيني كنت واقف في التراك وبرضه في الدقايق الأخيرة أحمد سمير جاب جول. إيه يا عم في إيه يعني؟ ده عيل صغير اللي جاب فيكم الجول التالت، وبعدين مفيش خط دفاع خالص. ولا هجوم ولا دفاع، أما أنت فين؟ عماد حمدي نازل يعمل إيه؟ هو الجول اللي جابه بص على أخطاء. جاب جول، وأنت عايز إيه كمان ما تجيش؟ ده تبقى كارثة. لا لا الاسماعيلي الوضع ده لو ما لحقناش نفسنا، لو ما لحقناش نفسنا الاسماعيلي هيبقى في حته ثانيه السنه دي صدقني والله. يبقى احنا كده السنه دي نعمل حسابنا ان احنا ايه ندور درجه ثانيه. الشكل العام انا مش اسماعيلاوي، بس انا اللي بيحصل من اداء وتشكيل ولاعيبه مش عاجبني. الاسماعيلي النهارده سيء سيء سيء، عبد الحميد بسيوني عمال يعمل كده تك 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 فينا واحنا واقفين نتفرج. كل اللي عايز الواحد الجمهور اللي راح اللي بيجري ورا الفريق، لكن لعيبه مفيش لعيب، مفيش رجاله، ليه مش رجاله؟ شويه عيال. قلنا نجيب جول نرجع نجيب تاني، انت بتأمن ليه يا عم؟ في حاجة مش مظبوطة، في حاجة مش صح، في حاجة مخليانا احنا تعبانين نفسيا. أتمنى مجلس الإدارة النهاردة مش بكرة، النهاردة، عشان احنا مش هنسكت، أنا واحد زي الحريف مش هيسكت، هيطلع وهيهاجم أتخان هتخين فيهم، ولكن إن احنا
لما يكون في اخطاء تحكيميه محمد معروف النهارده ما اخطاش. انا مش احنا عمالين نلبس شويه ابراهيم نور الدين البنا إيه، لكن الحكم النهارده ما فيش اخطاء، مش هنضحك على بعض. لكن اللعيبه ما جاتش، اسماعيلي ما جاش، اللعيبه دي ما بتتمرنش او ما بتاكلش او ما او ما مش عارف، او اللعيبه دي فيها حاجه مش طبيعيه، اللعيبه دي مش عايز تلعب كوره، يبقى خلاص نلمها وتتمشى بس، ويطلع العيال الصغيره يلعب بيهم باقي الموسم. لكن احنا مش كل ماتش هتحرق دمنا، على الاقل لو العيال الصغيره اتغلبت مش هنزعل يا اخي. هنقول العيال الصغيره الشباب الاسماعيلي. لكن انتم مثبتين بشويه لعيبه ولا بجنيه. صالح جمعه لعب هم الكورتين اللي عملهم الاوفرات وخلاص، والشوطه اللي شاطها نص الجول. لكن لعيبه الاسماعيلي النهارده ما فيش حد لعب بجنيه. حق الله يعني الواحد يقول لي واللي عليه عشان ما هنتحاسب على الكلام ده. لعيبة الإسماعيلي على علامة استفهام كلها، خصومات بقى واخد بالك، واللي مش عايز يلعب بناقص منه بس. لكن احنا مش كل ماتش هيتحرق دمنا كده، ما يرضيش المولى عز وجل الكلام دوت. أتمنى من إدارة الإسماعيلي تطلع تفاهم الجمهور وتفتح القيد، تشوف مشكلة القيد وتفتحها وتجيب صفقات. دي مشكلتكم مش مشكلتنا احنا، احنا ما عندناش مشاكل. انا اسف لجمهور الحريف لو انا اتعصبت، ولكن انا ما عنديش كلام. انا نفسيا او كل جمهور الاسماعيلي نفسيا في اسماعيليه نفسه تسدد. كنا المفروض هنتفرج على ماتش الوداد وسان داونز الساعه 8 وماتش ليفربول وبرايتون الساعه 6 ونص، بس انتوا قفلتونا، الاسماعيلي قفلنا. اتمنى من كل الحبايب الحريف ما يبقاش موت وخراب دي، وان انت تنزل تشارك الفيديو ده لايك، واللي ما شاركش في القناه اشترك. اتمنى من كل حبايب الحريف ان احنا ما اقدرش اقول لك ان احنا لنا الله عز وجل بس. سلام.